ضعيف خير، يعني لو احنا كسبنا ايدينا خير جدا بالمية والصابون، لو استخدمنا الحاجات الشخصية، اهتمينا بالنظافة الشخصية العادية واستخدمنا المطهرات سواء في غسيل الإيد، الماسكات أنا شايفة يعني أنا أم وعندي أولادي وكلهم بيتكلموا على إن الماسكات لازم الأولاد يلبسوا ماسكات أو كده. أنا يعني السي بي سي نفسها قالت إن بيلبس الماسك، بيلبس الماسك هو شخص مريض، يعني إيه؟ يعني لو حد عنده بيعطس فهو بيلبس الماسك عشان بروتكت الناس اللي حواليه. يعني الماسك ممكن يعديكي اصلا الماسك ممكن انا يعني انا واحده لو انا عندي حساسيه اتعب من الماسك لو لبست فتره طويله. الولاد ما عندهمش ثقافه لبس الماسك واحتفاظ بيه لنفسه، وده بيبدلوه مع بعض في المدارس. يعني انا دلوقتي اخد بشرى صار للمواطنين ان الماسك ان الفيروس ده ضعيف وبالنظافه الشخصيه بالظبط بالظبط وعدم لبس الاسطح الملوثه. الفيروس ده بيطير بالعكس بالرذاذ، الرصاص ده مش ان هو يتنقلك في الهواء، ان هو لو لمس سطح تلوثه، وانت لمست هذا السطح فانت ممكن تنقل نفسك بقى بايديك بقى بقت مش نظيفه. عشان كده بنغسل ايدينا كل شويه، تغسل ايدينا وتغسل كويس وتخلي الصابون والميه ايديك كويس، مطهر او اي مطهر ايثانول اي يعني كحول اي حاجه تنظف تغسل ايدك كل شويه، والاظافر يعني ننظف ولا نلامس اسطح. طول ما احنا قاعدين بنلامس اسطح طالما مش يعني ما تلمسش حاجه ملوثه.